السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. والفيديو ديال اليوم غيكون من نوع اخر، من نوع واعر بزاف. علاش؟ حيت غنعطيكم واحد الاسرار خطيره ماشي كلشي كيعرفها على بودره الاطفال. غتستغلوها في بزاف ديال الحوايج، وشي حوايج اللي هما واعرين بزاف بزاف بزاف، شي حاجات غتصدموا منهم. المهم انا قبل ما نعطيكم هاد الاسرار، اول حاجه غتعملوا اشتراك للقناه باش تدعموني، وغتعملوا اعجاب للفيديو لان انا متاكد غيعجبكم، وغتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. هنا رجعت لكم، وسمحوا لي حتى جات من مورايا الباب لان كنحاول ان نمشي للبلاصه اللي فيها الضوء باش تبان الامور واضحه. المهم نبداو على بركه الله، وانا غادي نبدا بالحاجه اللي هي عاديه، وانا ماشي تنمشي لكم الحاجه اللي هي غتعجبكم بزاف. يلا انا غنبدا. اول حاجه المهم هذه كاين الناس كيعرفوها شنو هي. هي كاينه بودره ديال الصباط، بودره ديال الرجلين. الا كان الصباط كيطلق الريحه كنعملوا هاد البودره هادي باش ما كيبقاش الصباط ما كيطلقناش الريحه يعني. وهاد الانواع ديال البودره كتكون شويه الثمن ديالها مرتفع. هادي ماشي غاليه بزاف لانها مركادونا، ولكن كاين كنعرف بزاف ديال لي مارك اللي هما كيكونوا الثمن ديالهم مرتفع. ونقدروا في عود هاد البودره هادي نستعملوها بالبودره ديال الاطفال، ونعملوها في الصباط ديالنا قبل ما نعملوه كنرشوها وصافي، وكنعملوا الصباط ديالنا وما كيطلقناش الريحه نهائيا. وكذلك ما حدنا في الرجلين، ملي كتستعملوا كريم ديال الرجلين، ديك الكريم كيعرق الرجلين. باش تتفاداو هذا العرق هذا غتستعملوا بودره الاطفال من مور كريم ديال الرجلين. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كتعرفوا شامبو سيك، لان ملي كيكون الشعر ملي كيتزيد كنكونوا كاين بعض الناس انواع شعرهم كيتزيد دغيا، يعني كدوش اليوم غدا كيصبح شعرك مزيت. شنو غتعملوا؟ كاين شي واحد شامبو كيكون ناشف كترشوا في الشعر ديالك وكتعملوا هكذا، ولا كتعملوا استشوار ما كيبقى شعرك مزيت. هذاك الشامبو شنو كيكون فيه؟ كيكون فيه عباره عن غبره عن بودره. وحنا غنستغناو، علاش نشريو حاجه غاليه ونشريو شامبو سيك؟ نستعملوا بودرة الأطفال ونرشوها في الشعر ديالنا هكذا، ونعملوا لها هكذا، ونعملوا لها هكذا، وما غاديش يبقى الشعر مزيت. هذه ثاني حاجة. ثالث حاجة، وهي بالنسبة للناس اللي كيخافوا يعملوا لاصيغ لأنها كتحرقهم بزاف، شنو غادي تعملوا؟ قبل ما تعملوا لاصيغ ديالكم أي بلاصة، غتعملوا شوية ديال بودرة الأطفال وغدهنوها، وغتعملوا لاصيغ ديالكم، وما تخافوش من الحريق ولا من داك الحبيبات اللي كينوضوا رقاقين. رابع حاجه، وهي اننا ملي كنعملوا ديودورون ديال العرق سورتو داك ستيك ما كيبقاش 24 ساعه، ما كيدومش 24 ساعه. الا كنتي عرقانه ولا الحراره ولا دغيا كتطلق ريحه العرق، شنو غتعملوا؟ غتستعملوا ديودورون ديالكم عادي، وغتعملوا فوق منه شويه ديال بودره الاطفال، وغادي تثبت هاد ديودورون تقريبا نهار كامل، ما غاديش تشموا فيكم ريحه ديال العرق. دابا بقاو جوج حاجات اللي هما واعرين بزاف واللي هما خطيرين، انا متاكده الا جربتوهم والله ما غادي تعاودوا تبدلوا هاد بودره الاطفال نهائيا. وبودره الاطفال كيف ما كان النوع ديالها، لانها كيعملوها خصيصه الاطفال، يعني بشره الاطفال راه ماشي بشره الانسان الكبير، يعني غتكون صحيه على اي حاجه اخرى، على اي بودره اخرى. وانا نفسر لكم علاش. حنا مولفين ملي كنعملوا الميك اب كنثبتوا الماكياج ديالنا بالبودره، نقدروا نعملوا البودره هادي، نقدروا نعملوا بودرة هادي. وكاين اللي كيمشي كيشري بودرة يعني بثمن مرتفع، مثلا دابا هادي كاتخيس يعني الثمن ديالها متوسط، ما مرتفع بزاف، ما رخيصة بزاف. هادي بي اس ديال جو بونس، هادي ديال بري مارك، بي اس ديال بري مارك، حتى هي شوية الثمن ديالها ما مرتفع ما رخيص، ما نسيت الثمن ديالها. ولكن هادو كاين الناس اللي كيشريو بودرة كتكون الثمن ديالها مرتفع. وانا غادي نقول لكم واحد السر، الشيء الا عملتو بودره الاطفال تثبتو بها مكياج، تجربه قسم بالله كتبقى نهار كامل نهار كامل. وهذه الحاجه الاولى. ثاني حاجه كيعطيك واحد الملمس واعر بزاف من البشره ديالك، يعني افضل بمئة الف درجه من البودره العاديه، افضل بودره اللي هي خصيصه للمكياج، ماشي بودره عاديه اللي هي كتكون خصيصه للمكياج. هادي انا نعمل لكم واحد التجربه لانها ما كتبانش، واخا بيضه تقول بانها غتبان في الوجه انها داكشي بياض، لا ما غاديش تبان نهائيا.
ها هي، وكنثبتو بها الماكياج ديالنا عادي. كيفما كتشوفوا ما كتبانش نهائيا، وكتعطي واحد الملمس رطب بزاف وناعمه. مهم واعره، غزاله غزاله بزاف. انا متاكده الا جربتوها غادي تستغنوا على جميع لي بودغ ديال اللي كيفيكسيو الماكياج كيف ما كانوا، سواء غاليين ولا رخاصين. وكيبقى مثبت صراحه نهار كامل، كيبقى ماكياج فوند حتى كيبقى مثبت نهار كامل، ما كيبقاوش داك المسل كيبانو، ما كيبقاوش داك الشقايق، داك التشققات، داكشي كامل ما كيبقاش ببودره ديال الاطفال. وحاجه اخرى واللي هي الاخيره واللي غتعجبكم بزاف، وهو اننا كنستعملوا بعض الناس ملي كيبغيو يطلعوا الماسكارا بزاف وكتبان لهم ديك الفوليوم ديال الماسكارا، كيمشيو كيستعملوا ديك لاباس ديال قبل الماسكارا هادي تحت سوري لاباس اللي كتكون قبل ماسكارا. هاد لاباس هادي، هادي كتعطي فوليوم، يعني هادي ملي كتعملو كتمن فوق منها ماسكارا كتطلع كتزيد تطلع لك شوفو كتزيد تطولو. ملي كنفتحوها شنو كنجبروها؟ كنجبروها بيضة وعبارة عن بودغة، فحال بودغ، يعني هي بدا كطلق بودغ. وكتباع الثمن مرتفع، هادو كيكونو نورمالمون الثمن ديالهم مرتفع على ماسكارا عادية. يعني حنا غنستغناو على هادي وغنبدلوها البودرة ديال الاطفال. كيفاش غنعملو؟ غنوريكم كيفاش غنعملو. انا جبت واحد بواطا خاويه، ها هي فين هي، غادي نخوي فيها شويه ديال بودرة الاطفال. غنشوفو شي ماسكارا عندنا خاويه. هادي عندي تقريبا تسالت لي، وغنجبدو ماسكارا اللي حنا غادي نعملوها. اول حاجه، اول الاولانيه غنعملو ماسكارا ديالنا، غنعملوها ها هي عاديه ياك، وغادي نشبرو بودره. غنعملو هاد الماسكارا وغنطلعو، ماشي مشكله واخا تهبط اصلا كتزول. المهم حاولوا الرموش ديالكم تعملوا فيها البودره مزيان ياك. وغادي نعاودو بالمسكارا ديالنا. شوف شفتو كتعطي واحد فوليوم، وكل ما عاودتو كل ما زدتو عاوتاني عملتو عاوتاني زدتو شويه بودره وزدتو عملتو وشويه بودره، والله العظيم لا كيطلعوا تقول من السقه الشفرين. شوف انا ما عملتش حتى بزاف، يعني شوف تجربه غير خفيفه دغيا. شوف يعني شوف تجربه غير خفيفه وعطات نتيجه، يعني انكم بلا ما تخسروا فلوس ديالكم وتمشيو تشريو شي حاجه غاليه، كاين شي حوايج اللي هما رخاصين وفيهم شي اسرار وشي افاده اللي غتكون احسن ب 100000 درجه من اننا نمشيو نشريو شي حاجه غاليه. خصنا غير نفتشو ونقلبو وغادي نلقاو. وشكرا بزاف، وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم اللي اختصاصي في قدره الاطفال واسرار ديالها. وكنتمنى ان يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش كالعاده باش تدعموني وتشجعوني باش نعطيكم مزيد من الافكار ومزيد من النصائح ومزيد من وصفات ومزيد من خرجات وفلوقات، غادي تعملوا اشتراك وتعملوا الاعجاب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. باي باي.